بهذه المناسبة ديال عيد الأضحى المبارك في المحطة الطرقية، بحكم التجارب السابقة فهي استعدت بما فيه الكفاية لهذه العملية هذه، يعني جميع الاحتمالات اللي كنا متوقعينها أو لا درنا لها الدراسة ديالها والاحتياطات ديالها الواجبة. هذه الاحتياطات وهذه الإجراءات هذه جاءت منبثقا عن عدة اجتماعات داخل المحطة الطرقية برئاسة السي فؤاد الشاذلي أو لا على صعيد الولاية بجميع المتدخلين في هذا القطاع، هذا السلطة المحلية، القوات المساعدة، الأمن الوطني، الدرك الملكي ومفتشيات النقل ومراقبات النقل، اللي انبثقت عليها واحد اللجنة اللي هي مشتركة كتصر على هذه العملية هذه. والحمد لله بالنسبة للمحطة الطرقية هذه فالحمد لله الأمور غادية بسلام حتى اليوم، يعني بقى واحد النهار ولا يومين على العيد الأضحى المبارك، فاحنا شرفنا على نهاية المرحلة الأولى كلها كانت بسلام، كان توافد مهم تاع المسافرين، وكان واحد بعض الضغط على بعض الخطوط اللي حاولنا باش نوفروا لهم رخص حافلات برخص استثنائية بعد معاينة ديال الحافلات من طرف رجال ديال المراقبة ومراقبة الحافل، الحالة الميكانيكية ديالهم وحالة السائق والحالة الحافلات هي كذلك، باش يمشي المواطن في واحد الأرياحية باش يوصل لوجهة ديالو. بالنسبة للمحطة الطرقية في هذه السنة هذه كتعرف واحد الاستثناء، يعني كما شفتوا يعني من أيام عيد الفطر حتى لدابا كنحاولوا نوجدوا أو نزودوا المكاتب بنظام معلوماتي جديد يسهل على المسافر اقتناء التذكرة ديالو أو حتى ريزيرفي بالنسبة في أوقات ما قبل العيد. فنجحنا في هذه العملية هذه، دابا لحدينا راه كنا 70% حتى 75% ديال المكاتب مزودة بنظام معلوماتي. هذا خلانا باش نحددوا من ظاهرة ديال الوسطاء ومن ظاهرة ديال المضاربة بالأثمان. ولا تفوت الفرصة أن أشكر السيد وكيل جلالة الملك لأنه عن تتبع قريب بالمحطة الطرقية. كان في الاجتماعات دياله على صعيد الولاية كانت بعض النقاط اللي هي شي شوية شدت واحد النقاش، هي مسألة ديال التعريفة. الحمد لله حاولنا نضبطوها، يعني رعينا الظروف ديال المواطن وكذلك الظروف ديال النقال أو المستثمر. يعني هذه العملية هذه الحمد لله اللي نجحنا بها بامتياز في مدينة مراكش، يعني ما كانش زيادة، يعني كل شيء مضبوط، كل شيء على مراقبة الحافلة أثناء الخروج ديالها، يعني حتى كان هضو حتى مع المواطن كنلقاو في واحد الأريحية، وهذه كيشرفنا كاملين. كان بيشكر السي فؤاد الشاذلي رئيس المجلس الإداري، كان بيشكر كذلك السيد الوالي ولي الجهة ولي الأمن قائد الدرك الملكي قوات المساعدة مراقبة النقل ومفتشيات النقل اللي احنا في هذا الإطار هذا كنعملو كفريق داخل المحطة الطرقية. والحمد لله هنا كنقول لكم ما كننعسوش ما كاينش الناس كاع نهائيا، حيت هذا الشيء من أجل سلامة المواطن وراحة المواطن، وحتى المحطة الطرقية تاخذ واحد السمعة اللي هي أصلا خداتها نموذجية على صعيد المغرب، وهذا كيشرفنا كاملين. كان بيشكر جميع وسائل الإعلام اللي هما كيتواصلوا معنا ديما في هذه المناسبات هذه باش كيوصلوا المعلومة وكيوصلوا الحالة تاع المحطة الطرقية بكل صدق وأمانة. هذا واجب علينا كاملين، وكنتمنى عيد مبارك سعيد، كنتمنى عيد مبارك لسيدنا الله ينصر الله يحفظه لنا جميع الأسرة الملكية الشريفة وجميع المواطنين قاطبة، وكنتمنى سفر سعيد لجميع المواطنين الاتجاه ديالهم باش يمشوا بامن وسلام ان شاء الله. وعيد مبارك للجميع وتحيه طيبه.